السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة هناء حسين. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه عشان يصلكم مني كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو النهاردة بإذن الله تدوسوا على زر الإعجاب وتشاركوه مع أصدقائكم علشان تعم الفائدة. النهاردة إن شاء الله بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وأنتم طيبين، هنعمل كنافة بالقشطة. أدير معايا نص كيلو من الكنافة، حوالي من نص كوباية لكوباية إلا ربع سمنة. القشطة أنا هعملها 3 معالق كبار سميد، عليهم 2 معالق كبار سكر، 2 لبن، وعلبة قشطة. وللشربات هنعمل الشربات، الكنافة بيبقى تقيل وبيتصب عليها وهو بارد. معايا 1.5 كوباية سكر، هحط لهم 1 كوباية مية ونص عصير ليمونة. هي دي المقادير، تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. أول حاجة هجيب 1.5 كوباية سكر، هحطهم في حلة وهضيف لهم 1 كوباية مية وهدوبه على البارد. بعد ما دوبه هحطه على النار. نسيت اقول لكم ان احنا هنحتاج 1/2 معلقة فانيليا للشربات. دلوقتي الشربات حطيته على النار، هضيف له عصير 1/2 ليمونة بعد ما يغلي. دلوقتي هبتدي اعمل كريمة بالقشطة اللي هحشي بيها الكنافة. جبت 2 كوباية اللبن حطيتهم على النار وهضيف لهم 3 معالق سميد كبار و2 معالق السكر، وهبتدي اقلبهم على النار لغايه ما يديني خليط سميك زي المهلبيه. هقلبهم على النار وارجع لكم. دلوقتي بعد ما غلي الشربات هضيف له عصير 1/2 ليمونة وهسيبه يكمل على النار. دلوقتي الخليط تقل معايا زي ما انتم شايفين، هضيف له علبة القشطة واخلطه كويس واسيبه يبرد علشان احشي بيه الكنافة بتاعتي. هنزله من على النار واسيبه يبرد. دلوقتي الشربات تقل معايا، هطفي عليه واحط له 1/2 معلقة الفانيليا واسيبه يبرد. دلوقتي الشربات خلص وسايبه يبرد، وكمان الكريمة اللي حضرناها للحشو. دهنت الصينية بتاعتي بالسمنة، ودلوقتي هبتدي بغلف الكنافة بتاعتي بالسمنة. طبعا انا قطعتها وفرها من بعضها، وبعدين هبتدي اضيف السمنة شوية بشوية وابتدي هغلف الكنافة بتاعتي كلها عشان اتأكد انها كلها متغطية بالسمنة وشربة منها. بقلب شوية وبعدين برجع اضيف سمنة تاني وبرجع اقلب تاني لغاية ما اتأكد تماما انها متغلفة بالسمنة. دلوقتي خلاص كده هبتدي احطها في الصينية. هاخد 1/2 كمية، لازم اتأكد ان 1/2 والنص علشان يكفي بعد ما نحط الحشو حسب حجم طبعا الصينية بتاعتكم. هبتدي افرد الكنافة بتاعتي. دلوقتي انا فردت 1/2 الكنافة في ارضية الصينية، بحاول اكبسها جدا علشان بعد كده لما اجي اقطعها تطلع قطع اتفرفتش. كمان برفع حرف الصينية زي كده، برفع حافة للكنافة علشان احط كريمة سايلة جوه، مش عايزاها تتحرق من الجوانب. ودلوقتي هحط لها 1/2 معلقة سمنة. دلوقتي الكريمة بتاعتي بردت زي ما انتم شايفين،
هي شبيهة بالبودينج بس بطعم تاني. دلوقتي انا هرش شوية جوز هند في نص الصينية فقط، مش هعمل الصينية كلها، يبقى في اللي عايز ياكل منها جوز الهند والزبيب ياخد من النص ده. دلوقتي هبتدي اوزع بقية الكنافة بتاعتي على الوش، لازم اتأكد ان كل الوش متغطي. ودلوقتي هبتدي اضغط على وش الصينية بالراحة علشان الكريمة ما تطلعش وانا بضغط، انا بحاول اساوي الوجه بتاعها. بضغط شوية على الجوانب عشان اتأكد ان انا بقفل على الكريمة ما تطلعش من الجوانب وتتحرق من الصينية وهي بتستوي. ودلوقتي الفرن جاهز معايا على درجة حرارة 200، هدخلها الفرن على الرف الاوسط ونشوفها ان شاء الله لما تطلع من الفرن. دلوقتي انا طلعت صينية الكنافة بتاعتي من الفرن، قعدت حوالي 25 دقيقة، وفتحت عليها دقيقتين الشواية علشان ما كانش وشها احمر. دلوقتي هبتدي اسقيها بالشربات. وده الشكل النهائي لصينية الكنافة، هنستنى شوية ونقطعها ونشوفها شكلها من جوه شكله ايه. ودلوقتي هنقطعها مع بعض، سامعين القرمشة؟ شايفين مع بعض؟ شايفين الجمال؟ القشطة جوه ده النص اللي فيه الزبيب وريحتها روعة. خليني أدوقها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها في منتهى الجمال، هتعجبكم جدا، وسكرها مظبوط جدا جدا جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم دوسوا على زر الاعجاب وشاركوه مع اصدقائكم علشان تعم الفائدة، وان شاء الله اراكم في فيديو جديد قادم على قناتي، قناة هناء حسين.